ومن شدة عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولاده وأحفاده أنه كان دائم التعويذ لهم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول: هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهم السلام. رواه البخاري والترمذي واللفظ له. ومعنى والمراد بكلمات الله التامة القرآن، وقيل أسماؤه وصفاته تعالى. وإنما وصفت كلمات الله بالتامة لأنه ليس فيها نقص ولا عيب ككلام الناس، فإن كلام الناس يعتوره ما يعتوره. وقوله من كل شيطان، طبعا الكلمات التامة تنفع صاحبها وتعيذه، المعوذ بها تنفعه وتحميه بإذن الله. وقوله من كل شيطان يدخل في هذا شياطين الإنس وشياطين الجن. وقوله هامة وهي كل ذات سم قاتل، والجمع هوام. فأما ما يسم ولا يقتل فهو السامة. وهناك من الكائنات ما له سم لا يقتل في العادة، كبعض النمل له سم يؤلم ويحرق، وكذلك الزنبور والنحلة، فإنها تضع شيئا من السم يؤلم ولكن في العادة لا يقتل. وقوله ومن كل عين لامة يعني تلم بالمعيون، تلم به فتصيبه بالسوء. وقال ابن حجر رحمه الله: المراد كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنون وخبل. وفي تعويذ الصبي بهذه الكلمات العظيمة تحصين له من الآفات. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم بعض أولاده أو أحفاده بعض هذه الأدعية ليدعو بها، كما علم الحسن بن علي رضي الله عنه دعاء القنوت، فقال الحسن رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الترمذي وصححه النووي وابن حجر.